بس خليني هنا أأكد مع الناس اللي بتسمعنا وأأكد مع الإعلام إن يا جماعة لما إحنا قلنا عشان نخلي الناس ما تقربش من الأراضي الزراعية، ما قلناش ما تقربش وبس، إحنا قلنا هنطرح في عواصم المحافظات في الأراضي المتاحة جوه المحافظة، سواء كانت الأراضي دي بتاعت الدولة أو بتاعت وزارات زي قطاع الأعمال أو غيره، ما بقاش تصلح إنها ينفع تبقى في وسط الكتلة السكانية بالطريقة ديت، قلنا هناخد الأراضي ديت نبنيها عشان نتاحها للمواطنين، عشان ما أقولوش إيه ما تبنيش وأنا ما بوفرش بديل. فإحنا كنا الخطة 500,000 واحدة، اللي الوهاب بيتكلم عليهم بيتكلم على 108,000 اللي إحنا شغالين فيهم دلوقتي. وكل ما تتوفر أراضي سواء كان المحافظة توفرها أو غيره هنقدر نعمل الخطة اللي احنا بنتكلم عليها دي على مستوى الدولة بالكامل. خلي بالكم لو انتوا قلتوا ل 500,000 واحدة، طب بكام دول؟ لو احنا بنتكلم على الوحدة ب 500,000 جنيه حتى يا دكتور مصطفى مش كده؟ يعني كام؟ يعني 125 مليار مش كده؟ 125 مليار؟ 125 مليار جنيه، المليون هيكلفه 500 مليون جنيه، 500 مليار جنيه. احنا ما بنتكلمش ابدا في الموضوع، مش اقتصادي خالص، انما احنا بنحاول نحل بجد القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. واللي بيعرضوا اللي هو ايهاب هنا حاجه تانية، بيعرض اسكان 3 4 ادوار قدام منه، انا اسف يعني برضه الحظاير اللي احنا قلنا هنخلي قدام كل بيت حجم حظاير لكل شقه، اللي عايز يعني يربي حاجه احنا مدين لك مكان مع شقتك تعمل فيه الكلام ده كله. بقول الكلام ده عشان ايه؟ عشان تعرفوا ان احنا جادين في ان احنا نوفر للناس. وبرضه هقول ما انا الحاجه اللي بعملها حاجه متكامله قوي، مش بعمل حاجه على طوب احمر وما اقفلش لا، ده زي ما انتم شايفين كده، زي اللي احنا بنفتتحها النهارده حاجه انا اسف ما فيش حد بيعمل كده غير الحكومه، ما فيش مطور عقاري الا طبعا اللي بيبيع للناس حاجه كده بيعمل بقى، لكن احنا كحكومه ودوله اللي بنعمله زي الكتاب ما بيقول. فارجو ان انتم تساعدونا فان ده تعرفوا ان احنا هيبقى في مش هيبقى في كمان 10 سنين، لا ده احنا خلال سنه او اتنين او ثلاثه عاملين حسابنا ان احنا نكون خلصنا كل اللي احنا بنتكلم فيه قدامكم دلوقتي.